يا الدهر لا ترى اليوم جميل بدون ما تكون ميت. انت ميت؟ ده مش صحيح. مخرب مخرب ايه ده؟ اديني ميت. صح، ربنا يرحم. ليش؟ الله يرحمه. مش عارف، اظن ايش. الله يرحمك. امين. شو الاخبار يا رجالة؟ مين عايز؟ اخ لك لا حول الله، ايش صار هنا؟ اديني ميت. اديني ميت؟ صحيح. اذا حدا منكم شاف لياتي؟ لا، سامحنا معلم. انا حدا ايه؟ انا حكسره وما حد حيموت كده مرة تانية. ده شيء حلو والله. يجب اديني ميت. بعرفش مين، ربنا يرحمها. بعرفش، هدور على دليل. ايه ده؟ ده سلاح؟ هذا الشيء السبب لموت التقيل. اديني ميت؟ نعم، الله يرحمه. امشعوا الطريق. لك لا، بعده فورا. حشم خبرتي الطبية انه التقيلي ميت. دكتور، ايه حصل؟ خبرتي الاحترافية؟ التقيلي نتن. يا الله دخيلك. مشكله مش حاجة نقلق عليها. طيب وبعدين؟ كان في واحد صار على حب النبي. اطلع يا نهاية، التقيلي كده اشي ميت. ايه رأيكم بالحكي ده؟ ايه صح سقراط. ايه؟ روح نام. عن جنبة كتير دافين انتو صح. طيب نرجع لوين كنا. ايه اللي انت قال ربو؟ ايه شكرا لحن. بس عن جنبة مين عطل التقيل؟ ده كان انا. صح قتلته كده. كانت نكتة يا سارة. ده كان انت هو. اوه شو عرفك؟ مش صح، كانت نكتة ثانية. الله يرحمني. ايه صحيح، ده كان انا. انت يا حقير. لك ليش؟ لانك مثل الجحش حبيب. وشي تاني شكلك بيها. يا عبيد وقف. يا انور انت كتير لقيم. شي حقيقي ده مش بيضحك. يا انور الله ياخدك. موت بقى انت ميت. لا بل انت. الله يرحمك. مشي مفاجئ. اذا كان ده شيء مثير للغباء خليني اشنو حالي. شوف انا عايش. حلو اوي. ايه صح، ده شيء غبي.